ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى عليها. بحبك يا بابا. وانا كمان اروح عند الباب وتجيلي واحدة واحدة. ها الله اكبر الله اكبر الله اكبر، واحدة واحدة، الله اكبر الله اكبر. هو شوية يعني لما تتعود عليه مش هيوجعك. المهم ان هو ركبولي وهو مش مصدق. مبروك يا شيمو. زينهم سيب اللي في يدك وروح هات المأذون. مأذون لمين؟ انت مش كنت عايزة تتجوزيني؟ صح كده؟ Oh.
انت فين؟ بموت يا ماما، بموت، مش قادرة. للأسف في مشكلة، الجنين وضعه مقلوب، نازل برجليه وهتحتاج عملية قيصرية، وهي قلبها ضعيف جدا مش هتستحمل بنك. يعني ايه؟ بنتي هتروح مني؟ محدش قال كده، احنا ادينا لها مضاد للتقلصات عشان نأخر الولادة يوم ولا اتنين لغاية لما نشوف طريقة نرفع بيها كفاءة القلب وإن شاء الله خير، بس انت ادعي لها. سلام ابننا هنربيه سوا، مش كده؟ هسميه عبد الرحمن عشانك. عبد الرحمن، حطوني خلف. دكتور، ايه ده؟ انت مين؟ وازاي تخش المكتب ده من غير استئذان؟ معلش انا خلف الله، جوز ياسمين الحقوها تولد حالا. ما ينفعش نولدها، قلبها ضعيف ما يستحملش ولاده قيصريه. مين قال انها محتاجه قيصريه؟ ياسمين هتولد طبيعي. يا حاج ابنك نازل مقلوب، السونار بيقول ان ابنك نازل. اعملوا لها سونار تاني عشان تتاكدوا من كلامي. يلا يا دكتور، يلا تعالوا اتاكدوا من كلامي. احنا لسه شايفينها، ما ينفعش حاجه اللي بتقوله دوت. عشان خاطر الحقوها. معلش يا دكتور، نشوفها وامرنا لله. ماشي يلا بينا. الجنينة تعادل وضعه، يبقى لازم نحضرها للولادة فورا. يلا بسرعة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ادعي لها. يا رب. والله خايف لأفرح تجلبيها غم،
علمت قلبي خاف من الفرحة ما بفرح، وانا اللي فاكرني قال اني حافظها صم. هاج اسرق الضحكة اضحك لي وكيف ما عرفش. خير يا دكتور؟ الف مبروك، جابت لكم ولد زي القمر، ربنا يبارك لكم فيه. بنتي يا دكتور. هي في الافاقة دلوقتي وشوية تطلع الاوضه بتاعتها، الممرضة هتجيب لك المولود تطمين عليه قبل ما تودي حضن. حمدك يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا من ده كريم. يا حبيبي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. قمر ايه الحلاوه دي؟ امال بابا فين؟ بابا قاعد اهو. طب هاتي يا مدام، لازم يروح الحضانه دلوقتي. طيب حبيبتي سامة، بنتي عامله ايه؟ شفتيها؟ هروح ابص عليها ان شاء الله من بعيد. والله كويسه، ده انكتب لها عمر جديد. يا رب. يا حبيبتي الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. رجاء يا رب كريم يا رب، الحمد لله.
بقاء لله. ايه؟ احنا حاولنا على قد ما نقدر، بس دي إرادة ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. رسول الله، جئتك في ذنوبي وإن النفس تغري بالمعاصي، إذا راقبت مع الجهل الشباب، شفاعتك الرحيمة أرتجيها، فإن تمن أمنت بها العذاب. يحب الله أن يعفو، فإن لم أسئ أغلقت للغفران باب. يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. الله 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا الله يا الله يا الله. يا دي شيماء، انت مش مصدقه؟ طب انا اديلك عليها. يا شيماء شيماء يا شيما، انتوا ما بتصدقوش ليه؟ ما قلت لكم لسه ما رجعش، لما يرجع هتبقوا تعرفوا كلكم. سايقه عليك النبي تبعتي له يجي، ده احنا بنيجي من اخر الدنيا. طيب يا اختي هبعت له، ولما يرجع هتبقوا تعرفوا كلكم. النبي ما تبخلي علينا يا ست، ربنا يشفي لك بنتك يا رب. احنا ما صدقنا ان فينا حد مبروك. حاضر، يرجع هو بس. ده ان رجع. مشيتيهم؟ مشيتهم ولسه همشي غيرهم، ده انا عايشه في الهم ده بقالي 5 شهور بحالها. افتكري يا بنت كده يمكن زعلتيه في حاجه. هو انا لحقت اكمنه يعني كبير وانتي صغيره عليه؟ يا اختي تنيلي، ده خلف ده يحق له يتجوز 10 مش 4. يبقى انتي بقى. انا ايه؟ انا كنت عارفه ان خلف مش راجع. يرجع ليه؟ هو حس انه عمل اللي عليه ورضاني، اتجوزني ووقف البت على رجليها. ايه اللي يقعده بقى؟ هيرجع، هيرجع ان شاء الله، هيرجع عشانك وعشان شيماء. انت يا بنت مش قلتي انه تعلق بيها؟ ده هو لما اكون من صلبه يا ربي يرجع يا وز، ساعتها احس ان ربنا شايل لي فرح لسه. هيرجع، هيرجع ان شاء الله، هيرجع عشانك وعشان شيماء وعشان كل الناس اللي عرفته وتعلقت بيه. راجع ان شاء الله. هي كل الناس عايشه في غول. الله يخرب بيتك يا زينهم، انت رجعت تعك تاني؟ خد خد يا عم، يا عم خد ايه بقى؟ بس تعالى خد. عايز ايه؟ هقول لك، اصل الشحن خلص. هنعمل ايه بس يا متولي؟ خد يا صاحبي. شفت ادي زينهم الناس اللي راح جاي عليه؟ ده احنا كان هيتفتح علينا باب خير ملوش اخر، ده احنا كنا هنغب بغاب. يا صاحبي احنا الفار متسجل باسمنا في الشهر العقاري. ايه ده؟ الشيخ خلف. الشيخ خلف مين؟ الشيخ خلف يا جدع. الشيخ خلف يا جدع. الشيخ خلف. صباح اصحى صباح، الشيخ خلف جه. صباح اصحى، الشيخ خلف جه. الشيخ خلف جه، الشيخ خلف جه. يا بنت اصحي يا صباح، الشيخ خلف جه. بقول لي يا صباح اصحي، الشيخ خلف جه، الشيخ خلف جه. بقول لي الحمد لله على السلامة يا سيدنا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا سيدنا. الحمد لله على السلامة. 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 عايزك جوه الشيخ خلف في كلمتين.
اللي عملته ده؟ انت فاكرني ايه؟ قصدك ايه؟ أقوم من النوم ملقاكش جنبي وسايب لي فلوس على الكنبة، انت شايفني ايه بالظبط؟ شايفك مرتي وانا راجلك والفلوس دي لانك مسؤولة مني. اللي عملته ما يقولش كده. انت ما تعرفش انا حصل لي ايه؟ وزة تتريق عليا واهل الحتة كلهم يجيبوا في سيرتي، عروسة عريسها يسيبها يوم الصباحية ويهج. انا عملت فيك ايه عشان تعمل فيا كده؟ انا حبيتك. كان غصب عني. هو ايه ده اللي غصب عنك؟ كان لازم الحقه. تلحق مين؟ ولدي. انت عندك ايه؟ مات، راح للي خلقه. يقطعني يا اخويا، يقطعني يقطعني، حقك عليا. طب ما قلتليش ليه كنت شلت معاك الهم؟ ما تعودتش اوجع اللي احبهم. بس يعني انت ما قلتليش قبل كده انك انت عندك ولد ولا انك متجوز؟ هي لسه على ذمتك؟ ليه؟ أنا طلقتها قبل ما اعرف انها حبلة فيه. يعني اتأخرت كل ده ليه؟ يعني انا اعرف ان العزا بيبقى يوم ثلاث ايام. كنت عواسي نفسي، رحت المكان اللي ارتاح فيه. قدري اني ما عايش لي شويل وعذابي اني اشوف اللي احبهم يموتوا مرتين، مره في خيالي ومره قدامي، ومش قادر اعمل لهم حاجه. وانا قدري اني بحبك بجد يا خلف. عليك النبي ما تعيط. سيبيني الحالي دلوقتي، سيبيني الحالي. هتعملها تاني وتسيبني؟ العلم عند الله. هتعملي ايه؟ العلم عند الله. هفرش هنا وانام لك على عتبة الباب عشان ما تسيبنيش وتمشي. ما تاكلي لوحدك وانت صغيرة. امك غيرانة منك. ما تزعليش، هوكلك انت كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ماله؟ ما أنا كمان صغيرة. الناس يوماتي جاية بتسأل عليك، محدش مصدق إنك مسافر، فاكرني حيشاك عنهم. ما تقوليش لحد. ليه؟ ده ناس غلابة قوي وعشمانين فيك، تحرمهم ليه من الفضل اللي ربنا مديهولك؟ طب تصدق بالله فيهم ناس غلابة قوي ومستاهلين الكلمة الحلوة، ما تبخلش عليهم بيها. ايوه يا بابا، وفي ناس زيي بتقعد تيجي وتبص عليا عايزين يمشوا زيي. ليه باب ليه اول وملهوش اخر؟ ربنا وحده اللي يعلم اخرته ايه. اخرته خير ان شاء الله. هو انت بتعمل حاجه تغضب ربنا؟ حاجه لله. هو النبي عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام، النبي مش قال ان ربنا خلق ناس يحلوا مشاكل الناس ويساعدوهم؟ ان لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حبب الخير إليهم وحببهم إلى الخير، هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. ربنا يوعدنا. يلا كملوا.
السلام عليكم. هو شيخ خلف هنا؟ يا امال احنا ملمومين على ايه؟ ده بيدخل واحدة وعشرة. لا ويا ريت يدخلنا. على الأقل هو أحسن من غيره، لا بياخد أبيض ولا أسود، ولا تحطيه في الصندوق بيرضى بيه. بس سيروباتك. لا إله إلا الله. أنا بس كنت عايزة أبلغه إن ربنا استجاب له دعائي. طب وأنا هدخل له إزاي؟ طب سلام عليكم. عليكم السلام. ست الكل، ست الكل، كنت عايزة الشيخ خلف صح؟ آه بس الناس بيقولوا مش هعرف أقابله. عيب، ثانية واحدة وأدخلك. لا 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 خلاص، هو زمانه عارف. بس ممكن تديله النبت ده؟ أنا وقتها هجيبهوله. نبت وعربية وست الكل. ولو ممكن تديله دول كمان؟ ست الكل، ست الكل. سلام عليكم. اتفضلي يا امي. وانت يا بنتي خدي زي ما انت عايزه، واحده كفايه. اديك حشتي نصيبك بيدك، كان حيجيلك عريسين بدل واحد. انت صدقت يا حجه؟ يعني لو جالك عريسين هتتجوزيهم التنين؟ لا، عشان تختاري. كفايه عريس بس يجي يا سيدنا. عبصوم يا منى؟ رمضان، بصوم رمضان. هتعوضي؟ ما بتعوضش يا ستي. عليك ديون كتيرة لازم تسدديها، تصوم اثنين وخميس وتجري سورة الأنعام وياسين قبل ما تدخلي سريرك، وتفتح عينيكي على سورة الإخلاص، والفرج من عنده إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. أيوة يا منال، أنت قلتي لي فين بيت الشيخ خلف؟ أخش يمين من صلاح سالم. طيب. يمين في يمين. طيب. أوكي، أنا هبقى أكلمك بعدين. مع السلامة. لا إله إلا الله، مع السلامة. أستاذ محمد، من فضلك هنخش يمين في صلاح سالم. خلصونا ما تولي. علوا صوتكم، علوا صوتكم كمان عشان سيدنا يحلف ما يشوف حد فيكم. كل واحد في دوره. ما تشخطش فيهم كده، محدش يحط في الصندوق ده أكتر من 5 جنيه. اللي معاه جنيه زي اللي معاه 5، كل واحد ومقدرته، واللي مش هيدفع برضه هيدخل. والله يوماتي بقول لهم كده. قلت لكم كده ولا لا؟ ما تنطقوا. الله، وبعدين يا متولي شوف مين على الدور ودخله. يلا بتوع بني سويف، يلا يلا اتكلم مع الناس عادي. تمام. ذنبها ايه؟ هي مين يا سيدنا؟ اللي رميتوها هي وولادها في عز البرد. انتوا ايه؟ قلوبكم قاسيه كده ليه؟ كارهين نفسكم ليه؟ مش قادرين تحبوا غيركم ليه؟ صلاة ايه اللي هتصلوها؟ وتقول ايه اللي هتربوها؟ ربنا فين من اعمالكم؟ يا ترى القبلة زي ما هي ولا غيرتوها؟ علوا صوتكم، علوا صوتكم كمان عشان سيدنا يحلف ما يشوف حد فيكم. كل واحد في دوره. ما تشخطش فيهم كده، محدش يحط في الصندوق ده اكتر من 5 جنيه. اللي معاه جنيه زي اللي معاه 5، كل واحد ومقدرته، واللي مش هيدفع برضه هيدخل. والله يوماتي بقول لهم كده. قلت لكم كده ولا لا؟ ما تنطقوا. الله، وبعدين يا متولي شوف مين على الدور ودخله. يلا بتوع بني سويف، يلا يلا اتكلم مع الناس عادي. تمام. ذنبها ايه؟
هي مين يا سيدنا؟ اللي رميتوها هي وولادها في عز البرد. انتوا ايه؟ قلوبكم قاسية كده ليه؟ كارهين نفسكم ليه؟ مش قادرين تحبوا غيركم ليه؟ صلاة ايه اللي هتصلوها؟ وتقول ايه اللي هتربوها؟ ربنا فين من اعمالكم؟ يا ترى الجبلة زي ما هي ولا غيرتوها؟ والواد الغلبان ده ذنبه ايه يشيل ذنوبكم ويتعذب بيها؟ قصدك ام مينا دي؟ دي ايه؟ ام عندها يتامى مشيتوها من البيت عشان تجوزوه. عرفتوا تجوزوه؟ شايفين الدمامل دي؟ دي من دعاها عليكم، ومش هي بس اللي هتدعي، انا كمان هدعي عليكم. لا 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 يا سيدنا، ترجع بيتها حالا ونعوضها عن كل اللي جرالها، بس والله ما احنا السبب. الشيخ جمال قال لنا، قال اللي قاله، حديته ماسخ ملوش عازه. توعتوك ايه؟ عقولكوا كانت فين؟ سامحنا يا مولانا. باعد روحوا لها وحبوا على قدها يمكن تسامح. غور بركاتك يا سيدنا، بركاتك يا سيدنا، بركاتك يا سيدنا، بركاتك يا سيدنا. المعلم حمودة جوه جنب باب سيدنا، لو قعد أكتر من كده هيصور لنا قتيل. تعالى سيدي المعلمين جوه جنب باب سيدنا لحد ما اللي جوه يخرج وتخش أنت. اتفضل اتفضل. معلم حمودة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برضه. أنت بتشتغل مع الشيخ خلف؟ الحمد لله. قل له الحاجة زهرة الشريف عايزاك في كلمتين. للأسف سيدنا ما بيخرجش يقابل حد، عايزة تقابليه تقف تستني دورك. قل له الحاجة زهرة عايزاك. قول له انت بس، الحاجة زهرة عايزاك في كلمتين. انا هقول له، بس انا عارف، بس هقول له. تحليل ما تحليلش عملت ايه، والادوية كلها تهي ما جابش معي حاجة، وما تقوليش روح للعطارين خد حاجة، ما فيش وصفة ما جربتهاش. جرب تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ولد عمي. اللي قاعد قدامك ده بطل الخمس فروض بتوع ربنا جماعة في الجامع بتاعك غير النوافل. حجيت بيت ربنا 3 مرات وليا في كل سنة عمره. قلت لك اللي عندي. يعني ايه؟ مطلوع من سبحية ربنا عشان تقول لي قل لا اله الا الله محمد رسول الله يا اخوي. علي الطلاق، انت شيخ عوضه وحطحك بكل حته. دور على ولدك يا حموده. ها؟ ولدي مين فيهم؟ انت خابر. وخابر راح فين؟ وحخف. حمولك تقيله، خفها تخف. قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله، لا
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في واحدة هانم كده اسمها الحاجة زهرة الشريف، عايزة تقابل سعادتك. ها خليها تعاود ترجع. ترجع. أنا قلت كده بقى. قلتلك ما بيقابلش حد، بس انا يعني ايه يعني لو انت عايز يعني وانا ممكن يعني اديله الكارت ده وقول له يتصل بيا ضروري. اتصل. مش هقدر اقعد اكتر من نص ساعة، لازم ارجع لكريم. ما تخافيش مش هنتأخر، بس لازم تبقي موجودة. تعالي اتفضلي. خدت ايه من الست يا فقري؟ خدت ده، عايز سيدنا يبقى اتصل بيها. طب اديله كارت. لا يا حبيبي اديهوله انت، براية الحوار ده. اسحب. احنا لغايه دلوقتي محافظين. انت لسه هتقول لي محافظين؟ محافظين على ايه؟ الحسابات كلها مكشوفه والبنوك مش هترضى تغطي العجز ده، يبقى فاضل ايه تاني؟ ما هو مش معقول كمان تكون دي كل حسابات اخويا المرحوم. اكيد انا متاكده ان في ليه حسابات في بنوك تانية. حضرتك هو ده اللي احنا نعرفه. لو المرحوم قادر ليه حسابات تانية ممكن حضرتك تسالي فيها فريده هادي. مساء الخير. مساء الخير. ايه رجعت الميزانيه؟ ميزانيه ايه يا حاتم بيه؟ هي فين الميزانيه دي؟ يعني ايه العجز وصل 500 مليون؟ حصل امتى العجز ده؟ حضرتك ده اجمالي العجز بما فيه العجز المرحل للسنوات اللي فاتت. وفجاه كده بقوا 500 مليون؟ ليه؟ احنا كنا فين؟ ادري بيه كان بيسدد العجز ده من حسابه الخاص. اخويا الله يرحمه كان بيسدد حصته من العجز وحصتكم انتوا كمان. خلاص فريدة هاني بتدفع. هدفع منين؟ من حسابات المرحومة أخويا اللي في البنوك. ما أنا كمان مش ممكن أصدق إن هي دي كل فلوس أخويا. أخويا الله يرحمه كان له مليارات في بنوك بره، وفريدة هانم. لو سمحت أنا لا أعرف حاجة عن حسابات ولا بنوك، وكفاية قوي اللي أنا فيه. إحنا هنقعد ندور على فلوسنا اللي بره يبقى بنضيع وقت على الفاضي، والوضع المالي في المجموعة مش مستحمل. ما هو انت لو في دماغك ان احنا اللي هنسد العجز ده تبقى بتحلم. الكل هيسدد وحسب حصته. انا مش هشيل كل حاجه على نفوخي. انا مش هدفع ولا مليم. وتدفعي ليه؟ ما فريده تبيع حصتها وكفايه الورث اللي ظاهر واللي لسه مستخبي. انا ما عنديش حاجه غير مجوهراتي، لو عايزين اخدوها. فريده، فريده استني بس. فريدة وحضراتكم مستنيين ايه؟ مش خرجتوها؟ اتفضلوا مع السلامة. فايز بيه؟ انت لسه هتقولي فايز بيه؟ انتوا متفقين مع حاتم علينا. اسمع انا مش هسيب حقي ولا حق اختي في الشركة دي، هجيبه يعني هجيبه، ومش بعيد ادخلكم كلكم السجن. ايه الكلام ده يا استاذ صبري؟ الاوراق كلها معاهم وشغلنا مظبوط، خليه يبلغ النيابة. مش بعد السنين انا اشتغلتها مع المرحوم ده يبقى دي اخرتها. في واحده ست هانم قوي سابت الكارت ده وعايزه سيدنا يكلمها. ست مين دي يا اخوي؟ ما ينفعش برضه الناس دي تتحشر مع دول. لا خليها تروح تتحشر مع بتوع السيما احسن. لا 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 لا، طب كنت خدت راي سيدنا الاول. طب ادخل اللي عليه دور. اوعى. خلاص اتكلوا على الله انتوا دلوقتي، سيدنا تعبان ومش هيقابل حد. سمعتوا؟ خلاص سيدنا مش هيقابل حد، اتكلوا على الله. احنا جايين من اخر الدنيا وسعيد ادفع 100 جنيه بس ادخله. يا ناس ارحموا سيدنا شويه،
انتوا مش شايفين اللي كان خارج من عند سيدنا جوه بقاله ساعتين قاعد يقراله؟ خلاص ما عادش عنده جهل. يلا توكلوا على الله وبكره ان شاء الله اللي عليه الدور هيدخل الاول. يلا رجاله اتكلوا على الله. يلا 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 زينوا ماشي الناس. الو؟ ايوه يا حاتم. انت فين؟ جبتي معاكي زهرة؟ مفيش وقت للكلام ده خالص، اتصرفي زهرة اتصرفي. يلا خلاص، سلام سلام سلام. يلا يلا. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، فستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. صدق الله العظيم. مش كنتش قلتي لي يا بيت كنت جبت لك معايا لقمه كده ترمي لك عظمك وانا جايه كده؟ رضا قولي لي بقى يا اختي انه مهنيكي للدرجات دي. اه يا بنتي يا وزه، مهنيني الهنا اللي ما شفتوش في حياتي، لولا ان الواحده شقيانه وطالعينها طول النهار. ان من جيتي للحق، الهنا اللي ما شفتوش ولا دقته في حياتي كلها. شوفي يا اختي الماره، ما هو باين على وشك يا بنت. هو انت كانت عمرك دمويه جريت في خدودك بالطريقه دي؟ الا قولي لي، هو احنا مش طول عمرنا اصحاب وطول عمرنا بنتقاسم في كل حاجه؟ يوه، هو مش الشيخ خلف يحق له يتجوز اربعه؟ جرى ايه يا مسهواكه؟ شايفاني يا اختي قدامك ام 44 وجوزك هتخرطيه للوز استوازه يا اختي وكيسي. ده المخدرات جابته الارض، سيبهولي يوم في الاسبوع انا اتجوزه يوم وانت خديه بقيه الاسبوع. انا شايفه يا اختي ان انت تاخدي بعضك وتقومي تنامي بدل ما اطلع العفاريت على جتاتك. يلا فاتك بعافيه. يا بختك. متولي زينهم عندك يا متولي؟ خدت متولي في سكتك؟ جاتكم دهية انتو الجوز، إلهي ما توعوا ترجعوا. ايه دول يا عم؟ دول ما يجوش 300 جنيه. هيدفعوا ليه؟ طالما كده كده بيدخلوا يبقى ملوش لازمة الدفع. ايديهم في اللبن. طب هو مستغني وحر. ده راجل مش عايز من الفلوس حاجة. خلاص، خليه هو في ملكوته. وخلينا احنا نشوف حل. اه يا دنيا، اه يا دنيا، اه يا دنيا، اه اه يا دنيا. الله الحلاوه دي.
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. تلمي خلاجاتك وتاخدي بنتك وتجبل ودلوك. نجبل نروح فين وليه؟ اسمع اللي هقول لك عليه. تاخدي شيماء وتركبوا المنفلوط ومنها البلد للمندرة، وهناك تسألوا على الشيخ جاد ده عمي، هتقعدوا عنده لحد ما اجي اخدكم. مالك يا اخويا في ايه؟ اعمل اللي هقول لك عليه. حاضر يا سيد الناس، حاضر. كلك لقمة كده بس، بر نفسك كده، انت ما دقتش الاكل من الصبح. صباح روح بقى. نعمل تذكرة الدخول بمئة جنيه، اللي عايز يدخل هيدفع. شهور جنبي عتقروا في كتاب ربنا، قريتوك ايه؟ فهمتوا منه ايه؟ استفدتوا منه ايه؟ مفيش آية مست قلوبكم؟ مفيش آية نفضت روحكم وطهرتها؟ كل اللي اتغير فيكم شكلكم جلابية بيضة. جلابية بيضة. لا
عملتوا ايه؟ ببساطة كده تقطعوا جتت الغلابة وتستحلوا لحمهم؟ وحياة الميت لك لا سامحنا يا سيدنا. سامحنا يا سيدنا، سامحنا يا سيدنا، آخر مرة آخر مرة. يعني تعبة روحي وسالقة الكوارع وفي الآخر ما يمدش إيده عليها؟ رحت فين يا راجل؟ وزع وزع تحوش متولي منوم. عارفة الراجل ده حكايته إيه؟ روح عند عمي جاد ونزلي على منفلوط وأنا حصلكو، بأنه بيعمل الحكاية دي كلها عشان يفلق مني. عارفه بس ايه ده؟ وانا ماليش بخت، وانا ماليش بخت في اي حاجه.
لكن دروبها تضيق توسع دروب الله كأنها بحر طامي وانت مش عاوي فهو تعمل ايه في الدنيا يا خلف الله ايابي وشين وانت حصيف وغشيم جلد دجال ساكن في المقابر بيستدرج الستات وينيمهم قال ايه بيطلع لهم العفاريت ايوه يا فندم ضحيه من ضحايا هي اللي مقدمه فيه البلايا تمام يا فندم لقينا الاثنين مقتولين تمام سعادتك هجيبه لسعادتك حاضر يا فندم حاضر بالراحه سلام يا فندم مع السلامه البلاغ اللي جاب له دجال ساكن في المقابر بيستدرج الستات وينيمهم قال ايه بيطلع لهم العفاريت ايوه يا فندم ضحيه من ضحايا هي اللي مقدمه فيه البلايا تمام يا فندم لقينا الاثنين مقتولين تمام سعادتك هجيبه لسعادتك حاضر يا فندم حاضر انت مرضتش تقابلني ليه لما جيت لك ما كانش مكتوب لك قابلك وديني قابلتك وغصب عنك بقت لي ناس مالها الذنب ما كانش مكتوب لهم يعيشوا واحمد ربنا انها جت لحد دول وبس يا شيخ خلف ولا تحب اقول لك يا باشمهندس حسن ابوك الشيخ عبد العزيز شيخ جامع وبلدكم المنظره مركز منفلوط صح ومراتك واولادك يا عيني ماتوا في حريقه وانت يا حرام ما استحملتش
خدت في وشك من جامع لمقام لزاوية وال... أكمل؟ كملي. مش مهم التفاصيل، أنا بس حبيت أعرفك إني أعرف عنك كل حاجة، حياتك كلها عندي. بس باين عليك طيب وغلبان قوي يا راجل. حد يبقى عنده نعمة زي دي ويروح يقعد في المدافن؟ ويا ريتك عارف تقلب رزقك فيها، إلا واخدك الحنية قوي على الغلابة بتعالجهم ببلاش. انت عايزة مني ايه؟ عايزك ترتاح وما تفكرش في أي حاجة، وبعدين نتكلم. أسيبك على خير. خير شر اللي رايده ربنا. بعدين معاك يا زمان، أنا بحسبك يا زمان ممكن تراعيني، أتاريك بيشديك جوي صوتي ساعت ما بقن، أنا متلع عندك معايا لم ترى عيني، لكن بعود وامتسل وأقول مسير يكن. اتفضل يا شيخ خلف. شاي ولا عصير؟ ميه. هتحتاجها برضو. شوف كاتبين عنك ايه. البوليس قلب الدنيا عليك وانت مستخبي هنا. ريح روحك، مش هتقدر تأذيه. عيون اليهودي طلسمك، نجش على جلدك وما سابش سنتي واحد. يعني ما تتعبش روحك،
بقول لك ايه، ما تروح تاخد دش وتغير هدومك وتروق كده شوي، عندنا شغل كتير قوي. بقولك الشيخ ده مش سهل، ده غير اي حد اتعاملنا معاه قبل كده. هيعرف ينجز يعني يا زهرة؟ الدنيا غمقت على الاخر. ان شاء الله هنوصل، انا متأكدة اننا هنوصل. يا اهلا يا اهلا، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. ها في شيخ بقى؟ فكونا من التخاريف هذين. أخوك ورا البضاعة في زراديب وراها في بطن الحوت، أنا ماليش دعوة، أنا ليا اللي دفعته يردلي، يردلي بضاعة، يردلي قروش، المهم يردلي. هترجع، إن شاء الله هترجع، وبإذن الله بعد أسبوع واحد كل حاجة هتبقى تمام. حاجة بتقول أسبوع يا حاتم بيه؟ ها؟ كمان أسبوع إن شاء الله. أقل من أسبوع كمان. البنوك بدأت تحجز على الشركات وعلى المصانع. أخويا قادر الله يرحمه كان. الله يرحمه. حسابه عند ربنا وحسابنا احنا معاك انت. الأسبوع نخليه اتنين وهوك يبقى واجبك خلص. ثانية. ألو. ايوه فريدة. ايه؟ طب ليه ما كلمتيش الدكتور شوقي؟ طيب انا جاي خلاص، ما تقلقيش، جاي. سلام. هضطر امشي. كريم ابن فريدة تعب بس شويه. خدني على سكتك يا حاج. اتفضلي. ربنا يشفي هيلكم يا رب. يلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا سلام، هي اللي طلبتك؟ بتقول ايه؟ هي اللي قالت لك تعبان قوي؟ لا، ده انا بقى اللي هاجي واطمن عليه. مع السلامة. ما هو بص بقى، انت لازم تفهمني هنسدد الديون اللي علينا دي ازاي. يا ستي هنسدها، ما تشغليش بالك انت، وشوفي لنا حاجه نشربها. فاتن. نعم يا هاني. 2 اورانج جوس. حاضر. وحاتم خلاص ضمن انه هيكوش على كل حاجه؟ مش هيلحق. انت بتتكلم كده زي ما يكون عارف حاجه ومخبيها عليا. ايه، فريدة قفشت على حاتم؟ وفريدي. ما انت دايما ده. ما هو ايه يا رانيا يا حبيبتي؟ بس ما توجعيش دماغك انتي واشربي العصير. رايحة فين يا طماطم؟ هتطمن على كريم. لا، طالما هتطمن على كريم يبقى نطمن عليه سوا. ايه، نقعد نشرب العصير مع بعض. لا يا حبيبتي، اشربي انت العصير وانا هبقى اجي اطمنك. يلا نطمن على كريم. ما بتاكليش ليه؟ هاكل اهو يا حاج. حاج ايه؟ قولي يابا، مرات الغالي تبقى بنتي، فاهمه ولا نعيده تاني؟ حاضر. يا عم الحاج. مين يا اللي هتخبط؟ انا حسين يا عم الحاج. اخو حسن. ادخل يا ولد. مصيبة يا عم، حسن متهم بكتل اتنين وبدوروا. مين دي يا عم؟ ملكات صالح، ضيفة هتقعد عندي يومين لحد ابوها ما يعاود. يعاود منين؟ انت حشري ليه؟ انت جاي فيه ولا فيه؟ خليك في الخربطة اللي هتقولها دي. اهي يا عم،
اهي صورته. ها يا دكتور شوقي، اتأخرت ليه؟ طب ممكن لو سمحت تيجي بسرعة؟ لو سمحت. بعدين يا فريدة، هينفع اللي انت عاملاه ده؟ ولا انا فيه ينفع؟ مش قادرة ألمس ابني. معلش، الصبر. أنا كلمت الدكتور شوقي وهو جاي دلوقتي حالا. أنا كمان كلمت الدكتور شوقي من ساعة وقال إن هو جاي حالا. على ما يجي بقى هيكون كريم. فريدة، وبعدين مش عاوزين الأفكار السودة دي. إن شاء الله كريم هيبقى كويس. مش قادرة تعبت. خلاص تعبت وابني تعب والله. مش قادرة. سيبت اعصابنا يا دكتور. اتاخرت ليه كده؟ خير بس يا حاتم، ايه اللي حصل؟ كريم ضغطه وطي وحرارته ارتفعت جدا. ده من امتى الكلام ده؟ من حوالي ساعة كده تقريبا. اتفضل يا شيخ خلف. خد دوق دي كده من ايدي. بعدي. اديني بعدت خالص اهو. شيخ خلف، الحكايه فيها رزق جامد قوي. حاتم ناوي يديلك مليون جنيه مكافاه، ولو اني شايفه انك تستاهل اكتر، لكن مش مهم. مليون جنيه ناخدهم، مش قليل. ولا 10 مليون، ما الزمونيش في حاجه. لا هلبس جلابيه فوق جلابيتي، ولا هاكل لقمة أكتر من اللي قسمها لي ربنا. بص بقى، ما أنا مش حاضر أجيب لك أكتر من 2 مليون. تمن دم زينهم ومتولي. شيخ خلف، ما تطمعش. صحيح إحنا محتاجين لك، لكن خليك حنين معانا. ده أول بيزنس بيني وبينك.
يعني نهدي اللعب ونشتري بكرة. واتنين مليون مبلغ مش قليل. اتنين مليون مبلغ مش قليل. معاكي حق. يبقى اتفقنا. نقوم بقى نروح للناس اللي مستنيين. يلا يلا يا شيخ خلف. يا ساتر، ده انت صعب قوي بس قلبك حنين. اغير هدومي. هي فريده طمنيني، الدكتور قال لك ايه؟ خير ان شاء الله. الدكتور شاف التحاليل اللي انتوا عملتوها؟ شافها ولسه مش باين حاجه ومحتاجين نعمل تحاليل تانية. يا حبيبي يا كريم، لا 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 انا مش قادره. بص الله يكون في عونك يا فريده. يا اهلا بالشيخ خلف، يا اهلا بالبركه كلها. اتفضل. اسمع بقى، انا ضيعت وقت كتير وما عنديش وقت تاني عشان اضيعه. انا هديك 10 مليون بس تنجز. انجز ايه؟ انت سمعت عن قدر اخويا الله يرحمه؟ مش مهم. قدر عمل فصل بايخ قوي، مات فجأة. كان مخبي أوراقه وتجارته وذهبه وفلوسه وكل كل حاجته في مخزن هنا في الجبل. المشكلة بقى إن المخزن ده طريقه كله ألغام، وما كانش حد يعرف يطلع ولا يخرج غير أخويا الله يرحمه. مش أخبي عليك، جبت مشايخ كتير، منهم اللي ماتوا منهم اللي معرفش يعمل أي حاجة. بس أنت الظاهر عليك زي ما بتقول زهرة إنك أصلي يا شيخ خلف. 50 مليون جنيه، وقبل الخمسين مليون براءتي تطلع في كل الجرايد. انت طمعت يا شيخ خلف، وده يخليني اتعامل معاك بطريقة تانية مش هتعجبك. ايه يا حاتم، زعلت من كلام الشيخ خلف ولا ايه؟ زعلت؟ ده تقريبا شتمني. زهرة هاني مبلغ البيه ان كلمتي واحدة، ولو عقلكم صور لكم انكم تقدروا تضروني انا كمان اقدر اضركم، وطريقنا انقطع لحد كده. ايه ايه يا شيخ خلف، هتروح فين؟ احنا هنا في هو. هو عليكم مش علي. ولو رجالتك عايزين يطخوني يوروني الشجاعه. يا شيخ خلف جرى ايه؟ البيزنس اتفاق. اقعد اقعد، احنا عاوزين نقرب المسافات. نقرب مسافات ايه يا زهر؟ هو المخزن فيه كام 50 مليون لما هو لوحده عايز ياخد 50 مليون؟ 50 مليون لوحدك يا خلف؟ ده انت في التراب كنت يا دوب بتتحصل على 100 جنيه. كل برغوت على كد دمه. وانتوا غريب مهيون.
هلا قول لي يا شيخ خلف، 50 مليون اللي انت عايز تاخدهم دول ناوي تعمل بيهم ايه؟ ويا الفلوس هيتعمل بيها ايه؟ لا الفلوس بيتعمل بيها كتير، بس مش مع واحد جايبينه من القرافة. خلاص نعاود على القرافة. نعاود وانت ميت ان شاء الله. ربنا اللي يعلم مين فينا اللي حي ومين فينا اللي ميت. الظاهر ان مراتك وحشتك وعايزها جنبك. شوف في الصعيد عندنا انت وكل اللي حواليك دول ما تعرفوش تلمسوا عيله صغيره واستقاله. جرب. شكرا شكرا. اللي عايز اشوفه. طيب سلام. ايه ناوي تعمل ايه؟ سيبيه كام يوم كده مرمي. بتحب الجمبري يا شيخ خلف؟ كلها نعم ربنا. طب اتفضل كل بألف هنا وشفا. ماليش نفسي دلوقتي. انت ليه منشف دماغك قوي كده؟ ما كنت قبلت اللي قالك عليه حاتم بيه؟ انت واثقه من كل حاجه. ابقي تحججي وانت هتبصي للي قدامك. حاتم بيه كلمته واحده. حاتم بيه القرش سيده يروح وراه مطرح ما يروح. زهرة هانم تعرف الحية بتغير جلدها كم مرة في الحول؟ وبتغيره ليه؟ عشان داق عليها هيخنقها. وفي برضه خلايق بتغير جلدها. غيرت جلدي كم مرة؟ طبعا ما تعديش. شوف يا شيخ خلف، انا ما انكرش انك تفرق كتير عن اللي في سكتك، لكن خد بالك الموت ما يغلبوش غلاب، والرصاص ما فيش اكتر منه. يعني ما تلعبش مع ناس ما تعرفش اخرهم. كل كل يا شيخ خلف على قد نفسك كل.
شيلي البراجع يا دنيا تعالي وش الوش. انا بعرف الماضي وانتي بتعرفي الاتي. شيلي البراجع يا دنيا مش لازم نغش. ساعدي انزل حمولي تعبك تفاتي. الناس مقدرة اللي حصل اللي قدري بيه، بس دي مصالح يا باشا، انت ادرى. هاني انت شيخ مهيون، بس انت برضه لو كنت تعرف سكة المخزن من الاول كان زماننا خلصنا. قدري بيه ما املكش وانت اخوه، يبقى هيامن لحد تاني. انا دليتك على المطرح وانت عليك تدخل. مطرح يا شيخ مهيون؟ دي صحراء ومليانه الغام، وانت لا عارف شرقها من غربها. حاتم الشيخ خلف هيعرف، انا متاكده. السوق عطشانه بقالها مده والحكومه مش دريانه. انت لو نزلت الحاجه اليومين دول هتطول الرقم اللي انت تريده.